عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هناك من الإخوة والأخوات من يسألني يقول لك: يا أخي، نريد بخورا للبيت لطرد الجن، وقد ذهبنا عند كذا وكذا فأعطانا بخورا وأعطانا كذا وكذا وشككنا في أمرها، فنريد منك بخورا نطيب به المنزل ويطرد الجن. فأقول بالله التوفيق، فالاتخاذ بالأسباب واجب، والذي يطرد الجن هو الإيمان بالله عز وجل، ليس البخور. لكن هناك أسباب يتخذها الإنسان، ومن هذه الأسباب كما أنصح بها بعض الناس الذين يكون عندهم عمار في البيت، هناك الفيجل وحبة البركة والقسط الهندي، تبخر بها البيت 3 مرات في الأسبوع بإذن الله جل وعلا لطرد الأرواح الشريرة. وقبل هذا البخور يجب على الإنسان أن يكون إيمانه قوي بالله، أن يحافظ على صلاته، يحافظ على أذكاره، تحافظ الفتاة على حجابها، يحافظ الشاب على استقامته، حتى يكون الطرد نهائيا. وقراءة سورة البقرة أو سمع أو سي أو تطلق في السيدي أو ما شابه ذلك في البيت، والله ولي التوفيق. قلت الفيجل والقسط الهندي وحبة البركة، يبخر بها المنزل مرة أو مرتين أو 3 مرات في الأسبوع، فالإنسان يتخذه يعني كعادة، والحمد لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيكم ويعافيكم. وإذا بخرتم بهذه الأعشاب وكان أحد فيه مس سيصرع بإذن الله، وكان أحد فيه مس سيصرع بإذن الله. فحينما يصرع الإنسان يجب على أخ أو أب أن يكون قلبه متعلق بالله، ويقرأ ما تيسر من كلام الله على ذاك الشخص أو تلك الفتاة، ما تيسر من كلام الله حتى تستيقظ. إن استطاع أن يعالجها بنفسه فمرحبا أهلا وسهلا، وإن لم يستطع فهناك أهل الاختصاص، والله ولي التوفيق. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة بسم الله، والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، عدد ما مشى في السماوات والأرضين ودرج. لا إله إلا الله، بيده مفاتيح الفرج. لا إله إلا الله، العليم العظيم الحليم الكريم القوي. لا إله إلا الله، رب العرش العظيم. لا إله إلا الله، رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التام من شر ما خلق، أعيدك بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام، ومن كل عين لامة.
أعيدك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ونعوذ بالله من أهل الكفر من أهل الكفر والشرك من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال ونصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء يا حي يا قيوم يا بادع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث بسم الله بسم الله بسم الله رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي وعافه أنت المعافي فإنه لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده ومن إبليس وجنده ومن إبليس وجنده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار أعيذك بالله العلي العظيم مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس من شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين شيطان أو عين ساحر أو عين شيطان أو عين ساحر الله يشفي بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من كل بلاء يؤذيك من كل شر وشقاء يشقيك من كل نفس أو عين حاقد من كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد ومن كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد بسم الله أرقيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاقد إذا حقد ومن شر ساحر إذا سحر ومن شر ناظر إذا نظر ومن شر ماكر إذا مكر بسم الله أرقيك والله يرعاك والله يشفيك والله الله يبريك
والله يجبرك والله يجبرك والله يعينك والله يعصمك والله يحفظك. بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر من وساوس الصدر وشتات الأمر ومن الأمراض والأوهام ومن نزغات الشيطان ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام ومن الكوارث ومن مزعجات الأحلام. اللهم أخرج كل عين حاسدة اللهم أخرج كل عين حاسدة اللهم أصرف كل داء عن الروح والجسد اللهم أصرف كل داء عن الروح والجسد اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت اللهم رد البصر خاسئا حسيرا اللهم رد البصر خاسئا حسيرا اللهم أذهب حر العين وبردها اللهم أبطل تأثير العين والحسد اللهم أخرج كل عين لامة اللهم أخرج كل عين لامة اللهم أخرج كل العيون لامة اللهم أخرج كل عين قوية اللهم أخرج كل عين قوية اللهم أخرج كل عين قديمة معجبة اللهم أخرج كل عين معجبة اللهم أخرج كل عين منه تعجبت بالزينة أعجبت وتعجبت اللهم أخرج كل عين نظرت واستحسنت وتمعنت وركزت اللهم أخرج كل عين ونظرة أمرضت وأهلكت اللهم أخرج كل عين ونظرة أمرضت وأهلكت وكل نظرة تكررت وما بركت اللهم أخرج كل عين حاسدة حاقدة وكل نفس خبيثة مبغضة وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت اللهم أخرج كل عين قوية أو عين حارة اللهم أذهب حرارة العين وبردها اللهم أذهب ما حصل بسببها من ألم وتعب ومرض ونكد وضيقة في الصدر وألم في الظهر اللهم أبطل أثر العين بالروح امتزجت اللهم أخرج كل عين كبيرا لكل شيء شملت اللهم اشفه من كل عين العائنين والحاسدين اللهم اشفه من كل عين بوصف الحاسدة وبنفس السامع للوصف أفطرت اللهم بطل كل عين أصابته في جمعة رجال ونساء أصابت في وليمة عرس ومناسبة أصابت في بيت وعمل أصابت اللهم بطل كل عين إصابة في كلية أو جامعة اللهم بطل عين أثرت اللهم بطل أثر عين أصابت عقلا فبلدت أصابت أثر عين أصابت أثر عين قلب فأوجعت أصابت عقلا فبلدت علما فضيعت ذكاء فسحقت جسدا فأمرضت عضوا فأبطلت اللهم بطل عين أصابت جمالا فشوهت واللهم بطل عين أصابت شعرا فأسقطت اللهم أخرج عيون المعارف والأقرباء والأصدقاء
اللهم بطل عين المعارف والأقارب والأصدقاء، اللهم اخرج كل عين من الرجال والنساء والأطفال أصابت، اللهم اخرج كل عين وأنفس الجان، اللهم اخرج كل عين وأنفس الجان والشياطين والتوابع من الجن، اللهم اخرج كل عين أصابت واستقرت في زينة البيت، اللهم اخرج كل عين أصابت واستقرت في زينة البيت، اللهم يا كاشف ضر أيوب من وجعه وألمه اكشف عنا عين الناظرين والحاسدين، عين جاعت وجاءت فتجعجعت غارت فانقلبت فانقلبت طارت فانقطعت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، اللهم بطل حسدا على الدين وقوة الإيمان، اللهم بطل حسدا على الدين وقوة الإيمان، اللهم بطل حسدا على الاستقامة والالتزام، اللهم بطل حسدا على الصلاة والقيام وعلى التصدق والإحسان، على بر الأم، على حضانة الأم، على الكلام الجميل مع الأم، اللهم بطل حسدا على بر الأم، اللهم بطل حسدا وعين على بر الأم، اللهم بطل حسدا على حسن الحديث مع الأم، اللهم بطل حسدا على حسن الحديث مع الأم، اللهم بطل حسدا على حسن الحديث وطلاقة اللسان، اللهم بطل حسدا على دمادة الخلق وطيب المعشر والعشرة مع الأم، اللهم بطل حسدا على جمال الخلق، على جمال الخلق وعلى حسن الذوق وجمال الملبس، اللهم بطل حسدا على المهارة في العمل وعلى النجاح في العلم والتعليم، اللهم بطل سحر ساحر، اللهم بطل سحر ساحر، اللهم بطل سحر ساحر، اللهم بطل سحر ساحر، اللهم بطل سحر ساحر إذا سحر، سحر منتقم وحاقد وحاسد، سحر منتقم وحاقد وحاسد، اللهم بطل سحر الحاقدين من الرجال والنساء والأقارب، اللهم بطل سحر الحاسدين الحاقدين من النساء والرجال والأصدقاء والأقارب والعائلة، اللهم بطل كل سحر مأكول ومشروب وكل سحر معقودا ومنفوثا، اللهم بطل سحرا دس في الطعام الولائم والمناسبات، اللهم بطل سحرا عقد بالاسماء والرموز والطلاسم والصور، اللهم بطل سحرا عقد بالاسماء والرموز والطلاسم والصور، اللهم بطل سحرا عقد بأثر من الملابس والشعر، اللهم بطل سحرا عقد بأثر من الملابس والشعر، اللهم بطل سحرا عقد بأثر من الملابس والشعر، اللهم بطل سحرا عقد، اللهم بطل سحرا عقد بالملابس والشعر، اللهم بطل سحرا معقود بالنجاسة والدماء، اللهم بطل سحرا معقود بالنجاسة والدماء، اللهم بطل سحرا معقود بالنجاسة والدماء، اللهم بطل سحرا نحرق بالنار وضر في الهواء، اللهم بطل سحرا نحرق بالنار وضر في الهواء، اللهم بطل كل سحرا مدفونا في المقابر والقبور، اللهم بطل كل سحرا مدفونا في المقابر والقبور، اللهم بطل كل سحرا مدفونا في المقابر والقبور، اللهم بطل كل سحرا مدفونا في المقابر
المقابر والقبور وتحت الصخور وتحت أعتاب المنازل وتحت الصخور وتحت أعتاب المنازل اللهم بطل كل سحر الرمي في البحار والأنهار والآبار اللهم بطل كل سحر علق في الهوى والأشجار وفي أجنحة الطيور وأرجلها اللهم بطل كل سحر عقد تحت أضواء النجوم في أول الشهر وآخره وفي أول اليوم وآخره اللهم بطل سحرا عقدت لتفريق بين المرأة وزوجها اللهم بطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها اللهم بطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها بين المرأة وزوجها اللهم بطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها اللهم بطل كل سحر مرشوش ومنثور ومحروس اللهم بطل كل سحر في خيوط عقدوه وربطوه اللهم بطل سحرا بالدم كتبوه وصنعوه اللهم بطل سحر قلب العقول والجنون والتمريض والهلاك اللهم بطل سحر تفريق الأزواج والفرقة والطلاق والبغضاء اللهم بطل سحر تفريق الأزواج اللهم بطل سحر الحاسدات لتفريق الأزواج اللهم بطل سحر الصديقات لتفريق الأزواج اللهم بطل سحر تفريق الأزواج والطلاق والبغضاء اللهم بطل سحر الإنجاب وتفريق الأحباب اللهم بطل سحر القتل والانتقام والتمريض اللهم بطل سحر القتل والانتقام والتمريض اللهم بطل سحر الانتقام والقتل والتمريض اللهم بطل كل سحر مستمر متجدد اللهم بطل سحر مستمر متجدد بسم الله.